السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم حسام للطبخ والخياطة. نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكون أموركم كلها مزيانة. كيف ما كتشوفوا اليوم فيديو جديد غنحضروا فيه بغرير بالفينو بدون اختمار. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجوا الفينو السميد الناعم، ماشي ديال الحرشة، يعني السميد اللي كيكون رطب بزاف، كيكون رقيق. غادي نضيفو معلقه ديال الخميره ديال الخبز حبيبات، وواحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام اولا 7 غرام. بالنسبه للفينو عندي 4 ديال الكيسان ديال العنبه، وغادي نضيفو الملح على حسب شحال عندنا ديال الفينو، يعني شحال عندنا ديال الخليط. غادي نضيف هنا تقريبا انا نص معلقه صغيره، وغادي نخلطوا هاد العناصر هادو مع بعضياتهم قبل ما نضيفوا عليهم الماء. بالنسبه للماء خاص يكون دافي، ما يكونش سخن بزاف وما يكونش بارد. غادي نعبروا الماء بهذا الكاس، نفس الكاس اللي عبرت به الفينو، غادي نعبروا به الماء. غادي نضيفوا بكاس بكاس، يعني باش ما يجيناش الخليط الجاري، يعني غادي نبقاو نضيفوا تدريجيا. هنا غادي نعبر معكم بالكاس باش نعطيكم المقادير مضبوطه. كيف ما كنعرفوا الفينو كيشرب الماء، يعني دغيا كيشرب الماء، يعني هو كيبغي الماء، غير هو ما نديروش الماء دفعه واحده. غادي نبقاو نضيفو بشويه بشويه. كيف ما شفتوا هنايا ضفت 3 ديال الكيسان، وغادي نبقى نضيف الماء بشويه بشويه حتى نتحصل على واحد الخليط اللي يكون ما جاريش بزاف ويكون ما عقدش بزاف، يعني يكون واحد الخليط يعني متجانس كيف ما غتشوفوا معايا. وهنايا ضفنا 5 ديال الكيسان. بالنسبة لهذا الخليط هذا دالي 6 ديال الكيسان ونص. ممكن انكم الا درتو نفس المقدار انه يدي لكم اكثر شوية او اقل، على حسب الجودة ديال الفينو اللي عندكم وعلى حسب التشرب، يعني واش الفينو كيشرب بزاف ديال الماء او لا غير شوية. صافي، فين فاش نوصلوا لهاد المرحله هذه، يعني هاد القوام هذا، غادي نديروا هاد الخليط هذا في الطحن الكهربائيه، يعني في الكاس ديال العصير، وغادي نطحنوه مزيان مزيان. وهنايا هذا هو الجزء الثاني ديال الخليط، غادي نطحنو مزيان مزيان. راني زدت فيه نص كاس ديال الماء، يعني هذا الخليط هذا دا ليا 6 ديال الكيسان ونصف من كيسان ديال العنبه، 4 ديال الكيسان ديال الفينو مع 6 ديال الكيسان ونص ديال الماء ديال العنبه. غادي نطحن مزيان مزيان هذا الخليط هذا حتى نتحصل على واحد الخليط اللي غيكون فيه فقاعات، ومن بعد نتلاقاو. وهنايا هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه، تيكون ما ثقيلش بزاف وما خفيفش، يعني بين وبين. ضروري اننا نطحنوه مزيان مزيان، سواء كان عندنا الفينو او السميده ضروري نطحنوه مزيان. وهنايا مباشره غادي ندوزو للطياب. كيف ما كتشوفوا انا درت مقله اللي ما كتلصقش فوق النار، تكون متوسطه حتى سخنت المقله، وغادي ندير البغرير يطيب، يعني الحجم اللي بغيتو، بغيتوهم كبار غتكبروهم، بغيتوهم صغار غديروهم صغار. انا درتهم متوسطين،
وكيف ما كتشوفوا كيجي مشهد وكيجي زوين بزاف، كيتحضر في واحد الوقت اللي وجيز يعني حتى لاخر لحظه. الا ما كانش عندك الوقت او لا الا كنتي زربانه، راه هو دغيا كيوجد، يعني ما كيحتاجش انك تسني حتى يخمر وعاد غطيبيه، يعني كيوجد بسرعه وكيجي الصراحه زوين بزاف. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا، من بعد ما كملت الخليط اللي عندي، هذا هو البغرير ديالنا، كيجي من اروع ما يكون، كيجي يعني مثقب مشهد، وكيجي ارطب، يعني ما كيجيش واقف. نديروا ليه شويه ديال زيت العود ونديروا له العسيله، وهو موجود. نتمنى هاد لا فيديو تكون كانت خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتجربوا هاد البغرير اللي كيجي زوين بزاف، سهل في التحضير وسريع، دغيا كيوجد. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. الى ما عمركم
ما جربتو بغرير بالفينو، راه هو كيجي زوين غير زعمو عليه. كيف ما كتشوفوا كيجي رطب بزاف بزاف وزوين. هنايا ما بقى لي الا نقول لكم وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، نتمنى هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من دعمكم للقناه بالاشتراك اللي باقي ما اشتركش مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. لايك لا فيديو الى عجبتكم، وبارطاج مع احبابكم وصحابكم، وبارطاج مواقعكم التواصليه. دمتم في رعايه الله.